لو الحكاية فيها إن فيتو أدنى لكليات قطاع الهندسة هذا العام مقارنة بالعام الماضي، وتوجد أماكن شاغرة ببعض كليات الهندسة، كليات الحاسبات والمعلومات، كليات التخطيط العمراني، الفنون الجميلة عمارة، للطلاب الذين اجتازوا اختبارات القدرات في المواعيد المقررة قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة. كما يوجد أماكن شاغرة لطلاب الشعبتين العلمية والهندسية بكليات العلوم، الفنون التطبيقية، أيضا للطلاب الذين اجتازوا اختبار القدرات في المواعيد المقررة قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة. ويوجد أيضا أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثانية للشعبتين العلمية والهندسية بكليات الاقتصاد والعلوم السياسية، الإعلام، الألسن، الآثار، وباقي الكليات النظرية.